هي عندها مشاكل صحية وجوزها اتجوز 3 مرات قبل كده، هي على كلامها قالت ان هي خليته يطلقهم، وهي بتقول عايز يتجوز تاني وهي رافضة ده. طب انا اقول لك كلمه واحده بس، يعني اتقي الله في زوجك يا ام مريم، ولا أم يعني مريم. تجعليه يعني يلجا الى المحرم. انه واضح ان هو حريص عليك، انت بتقولي 3 مرات وطلقهم عشانك، فهو حريص عليكي، فانت كمان حريص ان انت ما تكونيش سبب في تعذيبه وفي عذابه، يعني لان هو لو مشي في طريق محرم هيعذب، فاكيد انت مش حابه له ده يعني. فاتقي الله في زوجك ما دام انت عارفه ان في عندك مشكله، يعني ده سبب من الاسباب المشروع لها تعدد الزوجات يعني. وان كان السبب اللي حضرتك قلتيه ان هو عاوز يعيشه معاك في نفس البيت فارفضي ده، لكن ما ترفضيش مبدا الزواج نفسه. بالظبط، يعني هي الفكره ان احنا عايزين نفرق ما بين انهي منهج بنتبعه. منهج ربنا حلل ان يبقى في تعدد في الحق في بعض الامور وبشروط معينه. اعرفي بقى انا منهجك انت ايه، انا رافضه عشان غيره. ربنا ثقي ان هو لما ربنا حط لنا القانون ده والمنهج ده فهو هيداويكي بطرق معينه في فكره الغيره لو ما اتبعتيش اهوائك. ليكي احترام اهوائك بقوانين تحفظ لك حقوقك، ربنا برضو قايلها ما تشرطش خالص ان تبقى الزوجه عايشه معاكي في نفس البيت، حقك تقولي لا. بتقولي بيعاملوكي بشكل وحش، حقك تتكلمي في ده. فاعرفي حقوقك اللي ليكي واللي عليكي مقارنه بمنهج ربنا، مش بانا عايزه ايه وانا حابه ايه. النقطه الثانيه واللي اتكلم شيخ حافظ عنها برضو في موضوع حلقتنا النهارده، فكره الممنوع المرغوب، وده ليه علاقه بحلقتنا لا تقربا. الزوج لو اتحط في فكره انا ده ممنوع فانا عايزه، هيفضل يحوم حواليه باي كيفيه، وهتفضلي انت عايشه في العذاب ده. ريحي نفسك وريحيه، وما تحطيش في دماغك ايه الابعاد طالما حفظتي حقوقك في القصه دي، وده حقك زي ما قلنا. لكن هترتاحي بعد كده، فتبقى العلاقه فيها تبقى سويه، مش محورنا. ما ينفعش تبقى مركزيتنا مشكله عايشينها في حياتنا، هي المركزيه المفروض تبقى ربنا الاساس. بنلف في كل حاجه وكل دي وسائل توصلنا للهدف اللي هو ربنا. المشكله عندنا لما بنحول احنا عندنا مثلا الجواز، ساعات الانسان يحس ايه، انا بسعى كل ده وبجهز نفسي بجهز نفسي أي. عشان خاطر هتجوز بقى هدف أي. انا بشتغل بشتغل عشان اترقى بقى ده هدف أي. الفكره ان دي اخطر حاجه، ان احنا نحول الوسائل اللي ربنا مديها لنا عشان نوصل له لاهداف. وهي دي فكره برضو لا تقرب، احنا مبقاش عارفين ايه منهجنا في القرب، بنقرب من ايه وما نقربش. الكلام اللي حضرتك قلتيه لو انا كنت قلته كان هقوله متحيز، لكن كويس ان هو طلع من حضرتك بقى، يعني انتوا تشهدوا لبعض زي ما بيقولوا يعني كده. لا، هي فعلا فكره العوده للقوانين عشان نعرف نقرب من القوانين دي. هو انا كنت بقول لحضرتك واحنا في الفاصل، بقول لك ان القضيه عندنا ان احنا ابتعدنا عن الاطر السليمه اللي هي موافقه للفطره، والفطره عندنا انتكست بسبب يعني بسبب ما يدس في عقولنا والبعد عن معايشه الدين. اصل الدين ده معايشه، لما اعيش بيه هقدر ان انا استوعب كل الاوامر واستوعب كل النواهي. فلما تيجي حاجه فيها امر من ربنا سبحانه وتعالى سمعنا واطعنا، في نهي سمعنا واطعنا. لكن ان انا ابقى ماشي بهوايا وابقى ماشي تبع للشيطان، يبقى انا كده استسلمت العدو اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما قالش عدو بس، قال لا انت تعيش في هذه الحياه وتبقى عارف ان في عدو. هل هو حضرتك عارفه ان في حد من جيرانك عدو ليكي واراد ليكي الشر؟ هل هتنامي وانت مرتاحه؟ ولا تبقى حريصة أن أنت تحصني نفسك من أي أذى يطالك من هذا العدو؟ أكيد. كذلك العبد إذا عاش في هذه الحياة وعلم أن له عدوا يتربص به، ده مش بس كده، ده بيقعد يفكر له من بدري. يعني لما يقول لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قفا على قفا أحدكم 3 عقد، ده أنت أصلا هتنام وفي نيتك تصلي الفجر، او حتى نيتك مفيش تصلي الفجر، انت ممكن داخل تنام بس داخل تنام الساعه 10 او الساعه 12، ففي واحد في نيته هيقوم يصلي الفجر، واحد مش في نيته، الشيطان بيتعامل معاهم الاثنين ان هو يثبطهم عن الطاعه. فشوفي شغل الشيطان بدري، ومش عقده واحده، ده 3 عقد، عشان لما واحده تتفك يبقى باقي 2، لما الاثنين يتفكوا يبقى باقي واحده كمان. فالشيطان اصلا بيقعد يدبر ويشتغل معاك، فانت عارف ان ليك عدو، وعارف ان هو بيتربص ليك، وعارف ان هو بيضع خططه بدري جدا، وانت مستسلم ليه؟ فدي كارثة كبيرة جدا ناخد بالنا منها.